كيفاش غير بالهاتف ديالك ومسمع الموسيقى تقدر تحقق ارباح بشكل يومي. اليوم غادي نوريك واحد الطريقه اللي بسيطه بزاف ومجانيه تقدر تسحب فلوسك من ويسترن يونيون وتسمع الموسيقى فقط تربح من خلالها. طريقه سهله بزاف والناس المبتدئه بغيتي تعرف تابع الفيديو. وكذلك كاينه مسابقه ديال الدعم مبلغ مالي في هذا الفيديو. السلام عليكم، كيف الاحوال ديالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا مزيانين باحسن الاحوال ان شاء الله. كما شفتوا المقدمه، اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه اللي بسيطه بزاف فقط من هواتف ديالكم ومن سماع الموسيقى تقدروا تربحوا بشكل يومي بشكل يومي وبدون راس مال، وكذلك تقدروا تسحبوا فلوسكم من ويسترن يونيون. فهاد الشيء كامل غادي نوري لكم في الفيديو ديال اليوم بالتفاصيل وكيفاش دير وكيفاش تحقق الارباح من هذا الموقع. بغيتكم تركزوا معايا مزيان في الفيديو ديال اليوم حيت كما قلت لكم فيديو يستاهل، انا ما فيش شي حاجه اللي معقده ولا فقط حاجه الناس مبتدئه يقدروا يديروها ويربحوا من خلالها. فنشارك معكم اليوم كل شيء بالتفاصيل في هذا الفيديو، كيفاش ديروا لها، كيفاش تسحبوا فلوسكم، وكذلك اهم حاجه نشارك معكم اليوم هي واحد الاستراتيجيه اللي تقدروا انكم في عوض مثلا تحققوا منها ارباح قليله تزيدوا ديك الارباح والنسبه ديال الارباح تعلى اكثر اذا درتوا هذا الشيء اللي نوريكم في هذا الفيديو. فتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، شوفوا الفكره ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي في الفيديو. وكذلك بغيت نوصيكم على واحد الحاجه، اليوم نشرح لكم في الحاسوب ولكن فقط انا بغيت نشرح لكم في البيسي باش الشاشه تبان كبيره، يعني باش الناس اللي ما عندهمش الحاسوب ما يقولوش واش حنا ما يمكنناش نخدموا، لا فقط تقدروا تخدموا بالهواتف ديالكم وتسمعوا موسيقى وتربحوا بحال اللي كنتكم في الاول وبدون راس مال 100%. فقط تابعوا معايا الفيديو باش تفهموا كل شيء، اللي ما فهمش شي حاجه خليها لي في التعليقات ان شاء الله نجاوب عليها. كذلك في هذا الفيديو كاينه مسابقه ديال الدعم مبلغ مالي كالعاده. في هذا الفيديو يبان واحد الحروف من خلال داك الحروف يعني كتجمعهم كيكون واحد الكلمه في الاخر، كتكتب لي ديك الكلمه بين قوسين مع التعليق ديالك. وكذلك ضروري انك تكون مشترك في القناه وعامل لايك للفيديو من خلال التعليق ديالكم ومن خلال الناس اللي عاملين هاد الشروط كاملين. كنختار شخص واحد وكتواصل معاه وكتصرف له 20 دولار، اذا بغيت تربح 20 دولار دير هاد الشروط وهكا كتكون دخلتي في المسابقه. واحد الموفق للجميع ان شاء الله. ودابا ندوز باش نشرحكم كلشي بالتفاصيل، فيلا بينا على بركه الله. وباش تحصلوا على الرابط ديال الموقع من تكيو تحت الفيديو يعني في صندوق الوصف تجبروا واحد الرابط تكليكيو عليه يدخلكم لهاد الباج هادي. اسبقاوها وادي في هاد الباج حتى تنحيت فين كتسالى الكتابه، اجبروا رابط الموقع هنا، هاد هنا اللي في الزرق هي اللي تكليكو فيها. اذا دخلتكم في موقع اخر صافي خرجوا من داك الموقع ورجعوا فين كنتو وعاودوا تسكيو هنا. استناو شي شويه غادي يدخلكم الموقع، وهذا هو الموقع اللي نشرحوه اليوم. نبداو على بركه الله. اول ما كندخلوا الموقع كنجبروا على هاد الشكل، هنا نمشيو نعدلوا التسجيل فين هنا كتشوفوا في الصفر. اول ما تدخلوا الموقع تقدروا تجبروه مثلا بالاسبانيه ولا بروسيه ولا الفرنسي ولا اي لغه، تجيو فقط هنا فين كان هاد الدائره فحال الكوكب تسكيو في العربيه باش يرجع لكم بالعربيه وتفهموا. موراها كتجين هنا كتمل التسجيل، حتى التليفون ديالكم ما ديروا نفس الشيء، تجيو هنا التسجيل كليكيو فيه. فهنا شنو كنحتاجو في التسجيل؟ فقط كنعمرو هاد الخانات، نستناو انهم يبانو لنا الاسماء هنايا. هنا اول حاجه كنديروا الاسم ديالنا، موراها اللقب يعني الاسم والنسب، مورا كتمل تسجيل الدخول هو داك الاسم اللي تبقى تسجل به الدخول، مثلا انا كنعمل افتشار ولا فاطمه. مورا هنا كتمل البريد الالكتروني يعني الجيميل ديالك، كلمات المرور هي الكود ديالك كتعاودو جوج مرات، وكتوافق هنايا ام نوت ا روبوت يعني انا ماشي روبو، وموراها كتوافق على هاد الشروط وكتملي وتسجيل. هيدا كتفتح حساب ديالك، انا ديجا عندي حساب ديالي ندخل دابا معاكم. وبغيتكم تركزوا معايا مزيان في الخطوات اللي نوريكم. نمشيو هنا المدخل باش نتسجلوا، صافي عاوتاني هنا نقولوا املات الروبو، هنا نوافق على شروط من المدخل. فاستنى هنا كندخلوا على هذا الشكل. هنا عاملين لي متاح يوميا 25 يعني 25 موسيقى اللي يمكن انني نتصنت لها يوميا. تشوفوا هنا مبلغ فقط قليل 0.01 سنت. انا نوريكم دابا واحد الطريقه، يصبروا معايا شويه نوريكم واحد الطريقه اللي تقدروا انه باغنيه وحده ترجعوها 2 دولار، دولار واحد، دولار ونص، يعني اغنيه وحده. يعني اذا درتي 25 مثلا اغنيه تصنتي لها في النهار وكان واحد اغنيه بواحد دولار، يعني عندك واحد 250 درهم ولا 25 دولار في النهار. فانا نوريكم دابا شويه كيفاش اننا نزيدوا هذا المبلغ، بعدا نشرح لكم كيفاش كنديروا. كتكون هذه هي الاغنيه كنتسكيو هنا، انا ديجا سمعت وحده وعندي هنا 0.01 سنت. فكتسكي مثلا هنا كتمشي لهذا الاستوديو الخاص بك كتسكي كتسنى انهم يطلعوا لك بعدا واحد الاغنيه، مي كيطلعوا لك هنا كتسكي هنا، هي الاغنيه كتبقى خدامه انت ما كتصنت لها، مثلا هذه فيها 3 دقائق و7 ثواني، فانت هنا كتبقى تسمع مثلا هذه الاغنيه هاي خدامه. دابا نوريك مثلا انه هاد النسبه ديال
ارباع على الاغنية كيفاش انها نزيدوها. غادي نوريكم دابا. نمشيو هنا للفئات. ملي كتكليكي في الفئات هادو كيف قلت لك انك تفعلهم، يا اما تفعلهم مثلا تشري انتينا هاد الفئه بفلوسك، يا اما حاجه ثانيه تبدا تخدم مثلا ويبقاو يتزادوا لك فلوس على ديك الاغاني اللي كتشريهم، وبغيتي انك تزيد النسبه ديال الربح ديال الاغنيه ليها كتجي هنا كتعمل تفعيل. مثلا هذه الاولانيه كتبات لي كل مسار واحد كترجع 0.40 سنت، يعني عوضي واحد 0.01 سنت كترجع 0.40 سنت، وكتخدم 350 بات، فهنا كتملى ساعات تفعيل. هنا كترجع اغنية وحدة كتسوى فلوس اكثر. وعفوا انا قلت لك هنا سنت، هذه راه بات يعني روبل روسي، كتقول لك شحال كتساوي بالروبل الروسي حيت هذا الموقع ديالهم. فهنا كما كتشوفوا يمكن لك ها هو ا بي سي دي او اف جي اش. المهم انتينا غادي انتينا كتزيد مثلا هاي كترجع هنا في الاخر واحد اغنيه تقدر انك تسمعها ب 154 بات. فيعني هاد الطريقه هي لانك تقدر تزيد النسبه ديال الربح ديالك هنا على كل اغنيه. هنا تفاصيلي هما كيكونوا عليك انتينا، هنا احالتي كيكون كود الاحاله ديالك انك تقدر تشاركو مع الاصدقاء ديالك في موقع التواصل الاجتماعي وتربع عليه، وهنا تاريخ النشاط يعني شنو درتي وكذا. وكاين واحد الحاجه بالنسبه للناس اللي كيقولوا انه ما عندناش احاله وكذا، راه تقدروا هنا تشريو حتى الاحاله. فكتجي هنا متجر الاحاله كتكليكيو فيه، عاوتاني كيقول لك مثلا اذا بغيتي 25 احاله هي 1000 بات واخا غاليه شي شويه. المهم وكتقدر انه يعني تاخذ منهم احاله. هنا المكافئات اللي كتكون ديجا عاطينها لك الموقع، راه ها هو كيقول لك مثلا شحال تقدر انا باش تحصل على هاد المكافاه، زعما احصل على المكافاه فكتعمل يا باير يا ويب سايت يا فيزا يا كذا. موراها كاين مثلا هاد المبتدئين، هاد ارباح الفيديو هادو باقي ما دافوهم شي، مثلا كتقدر انك مثلا تكي هنا تعمل ابدا تبقى تشوف الفيديوهات وتتابع عليهم. وكذلك كاين حتى الربح على الصور هو، ولكن للاسف انهم باقي ما دافوهمش. دابا الحاجه الوحيده اللي كاينه واللي هو اصعب يعني على الفيديو هي ان نربحوا من الاغاني. فكما قلت لكم كتبقى تكي على الاغنيه، مثلا اغنيه خدامه وانت كتسمعني يمكن لك تبني حاجات اخرين واغنيه مطلقه وكتربح من خلالها. بغيتي تزيد نسبة ديال الربح على كل أغنية راه وريتكم كيفاش تعادلها، ها هو تريد زيادة دخلك كتكي عليه هنا كيقولك ها بشحال أنك تقدر تزيد نسبة ديال الربح ديالك. ومورها غادي نوريكم أنه مثلا حنا إذا بغينا نسحبو الأموال ديالنا كيفاش نقدرو نسحبوهم. فنمشيو مثلا هنايا فوق مثلا على هذا الاستوديو الخاص بيا، ها هو شتي هنايا ينسحب كنكليكيو عليها باش نشوف كيفاش نقدروا انا نسحبوا فلوسنا. قال لك النظام كاين الدفع بهذا فيزا ماستر كارد، والدافع كان هو الباير كيقصدوا به. المهم حيت كاين باير حيت ديجا وريتكم ها هو باير كيمكن انه اذا جمعنا واحد بات نسحبوه من الباير. ها هو في هاد يوماني نقدروا انه 150. المهم باير هو اقل حاجه، فحنا نعدلوا الباير هو الدافع كسميوه الدافع، كتعمل كميه السحب. مثلا كتكون عندك واحد بات كتعمل واحد بات وكتجيب المحفظه ديال الباير اللي كتكون باديه ببي كتحطها هنا وكتسحب فلوسك. غتقولوا لي كيفاش اننا نقدروا نسحبوا ويستر يونيو؟ كاين بزاف ديال المواقع فقط اتفتشوا عليهم حيت انا بغيت نوصي بشي واحد، ولكن اذا بغيتوا انه في الفيديو جاي نوصي بشي واحد نقول لكم مثلا الموقع اللي بداو تخدموا به. ولكن كاين بزاف المواقع، هاد المواقع كيكونوا ديال التحويلات، كتدخل انت مثلا كتقول لهم نحول الفلوس انا من باير ويستر يونيو كيبغيو يحولهم لك. يعني في الاول دابا مثلا هنا انت ضروري تسحب باير بلا ما تفعلوا بلا حتى شي حاجه، تبقى تسحب ليلو فلوسك. النهار اللي تبغي تسحبهم وتاخذهم كاش كتمشي لهاد المواقع كتكتبي في اليوتيوب ولا في جوجل، راه يطلع لك بزاف ديال المواقع كيفاش انك تونجي الفلوس من باير ويستر يونيو. فكتدخل داك المواقع كتقول مثلا انا عندي مثلا نقولوا 50 دولار في الباير بغيت نسحبها بويستر يونيو، فهما كياخذوا منك داك السولد من الباير وكيصردوه لك من ويستر يونيو كتمشي كتسحبو. يعني هاد الطريقه تقدر ديرها في جميع المواقع اللي كتكون مثلا كتسحب بهم انت بالباي بال ولا بالباير ولا مثلا بعملات رقميه وما عندكش كيفاش انك تسحبو، ما عندكش كارت بونكير ولا حساب بنكي باش انك تقدر تسحبو منيلو، كتمشي لهاد المواقع
وكتشونجي فلوسك مثلا باي بال وسيرونيو ولا باين وسيرونيو حسب انت فين عندك سولد. يعني هاد الطريقه اللي كاينه وهذا هو الطريقه ديال الخدمه في هاد الموقع. فحاولوا انكم مثلا تخدموا تسمعوا الاغاني مورها ترقيو النسبه ديال الفلوس في الاغاني وكذاك تخدموا بالاحاله ديالكم. يعني هاد الطرق اللي تقدروا انكم تخدموا بهم. فهاد الشيء ما كان في هاد الفيديو. وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان الفيديو يكون على اعجاب ديالكم. كذلك استفدتوا منه بزاف. شوفوا فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو فراسكم وسلامه.